تنضم إلينا من رام الله ومراسلة القاهرة الإخبارية ولاء السلمين. أهلا بك ولاء، هل ما زالت هذه الاشتباكات مستمرة التي استخدم فيها رصاص الحي، القنابل الدخانية؟ هل عمليات الاعتقالات مستمرة كذلك أيضا لترتفع القائمة إلى هذه الأعداد الكبيرة التي لم تشهدها فلسطين منذ 1948 في وقت قصير كهذا الوقت؟ نعم، أهلا بك وبكافة الصدى المشاهدين. لربما انسحبت قوات الاحتلال، نحن نتحدث عن ساعات الظهيرة عندما قامت قوات الاحتلال باقتحام المنطقة الشرقية لمدينة نابلس ومخيم بلاطة، وكان هناك وابل من الرصاص الحي استخدم ضد الفلسطينيين أثناء اندلاع المواجهات ما بين قوات الاحتلال والشبان، وأيضا اعتلاق قناصة الاحتلال لأسطح المنازل. نتحدث عن 3 إصابات بالرصاص الحي و3 إصابات باعتداء بالضرب المبرح على 3 شبان، وجرى نقلهم إلى مستشفيات مدينة نابلس. ونتحدث أيضا عن بلدة قصرة التي كان هناك اقتحام أيضا للمنطقة الجنوبية في مدينة نابلس لقوات الاحتلال واندلاع مواجهات ما بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، ولكن انسحبت قوات الاحتلال دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو حتى اعتقالات في صفوف المواطنين في بلدة قصرة. نتحدث أيضا عن اعتداء للمستوطنين بالتحديد في بلدة ترمسعية في الشمال الشرقي لمدينة رام الله والبيرة، حيث كان هجوم للمستوطنين وإضرام النيران بآلاف أوداد الدرومات وسهل ترمسعية، هذا السهل الذي يرتزق منه العائلات الفلسطينية. قامت قوات الاحتلال وأيضا بحماية المستوطنين بإضرام النيران في سهل ترمسعية، ما أدى إلى إتلاف آلاف المزروعات في هذه المنطقة. أيضا نتحدث عن الاعتقالات، تحدثنا عن 15 فلسطينيا طالته قوات الاحتلال باعتقالهم، وارتفع العدد كما تحدث إلى 9535 فلسطيني على الأقل من مختلف محافظات الضفة الغربية. بطبيعة الحال هذه الإحصائية كما أشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين نذكر منها من أفرج عنهم ومن بقي قيد الاعتقال، أيضا من تعطل قوات الاحتلال على الحواجز الطيارة التي تقيمها بين الحين والآخر على مداخل البلدات والقرى والمدن الفلسطينية. لذلك ترتفع الحصيلة ما بين الحين والآخر، ويعني هناك كما تحدثت النسبة الأعلى منذ 7 أكتوبر نتحدث عنها. منذ سنوات طويلة لم تشهد مدن الضفة الغربية هذه الاعتقالات بشكل كبير، وأيضا التعذيب والقمع داخل سجون الاحتلال. نرى في بعض الأحيان صور الذين يتم الإفراج عنهم ما بين الحين والآخر من معتقلات الاحتلال، كيف بدأ منظرهم قبل 7 أكتوبر وكيف بدأ منظرهم بعد الإفراج عنهم، حيث الحالة السيئة سواء جسمانيا نفسيا وجسديا لهؤلاء الفلسطينيين المعتقلين في معتقلات الاحتلال، حيث التعذيب، الطعام السيء، عدم وجود وجبات كافية لهؤلاء الفلسطينيين. تحدث بعض الفلسطينيين لوسائل الإعلام عن الهمجية والتعذيب الوحشي التي تقوم به قوات الاحتلال ضمن هذه السياسة الممنهجة. أيضا نتحدث عن الشهداء الفلسطينيين، يوم أمس كان هناك شهيدين، نتحدث عن شهيد في بيت عور التحتة وأيضا شهيد في مخيم نور شمس. الشهيد في مخيم نور شمس متأثرا بإصابته الذي أصيب بها قبل نحو أسبوع عندما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم نور شمس، وأيضا في بيت عور التحتة كان هناك شهيد وإصابة شبان آخرين، حيث قامت قوات الاحتلال بإطلاق وابل من الرصاص الحي على هؤلاء الفلسطينيين. وحسب الرواية الإسرائيلية تحدثت أن هؤلاء الفلسطينيين قد قاموا بوضع زجاجات حارقة ورميها على مركبات المستوطنين، بعد ذلك ردت قوات الاحتلال بإطلاق وابل من الرصاص الحي على هؤلاء الفلسطينيين. استشهاد فلسطيني وري إلى مثواه الأخير عند ساعات الظهيرة. نتحدث منذ 7 أكتوبر لغاية هذه اللحظات نتحدث عن 570 فلسطيني على الأقل
في محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة استشهدوا برصاص الاحتلال وبرصاص المستوطنين، حيث هذه تتجمع الإحصائية من قبل وزارة الصحة الفلسطينية وتقول أن في النصف الأول من السنة، يعني نتحدث عن 570 فلسطيني على الأقل من محافظات الضفة الغربية، خاصة أن قوات الاحتلال تتعمد قتل الفلسطينيين. ولا خلال هذه الأشهر منذ 7 من أكتوبر يبدو أن هناك تركيز وخطط ممنهجة لاستهداف واقتحام بلدات ومخيمات بعينها في الضفة الغربية، لماذا يتم استهدافها بشكل ممنهج؟ كذلك أيضا ما الداعي والهدف من هذه الاقتحامات المستمرة ووقوع هذا العدد الكبير من الشهداء، على الرغم أن هناك لا يوجد احتجاجات واسعة، لا يوجد انتفاضة في الضفة الغربية، لا يوجد حرب مشابهة كما هو الحال في قطاع غزة؟ نعم، هي لم تتركز بمدينة بعينها، ولكن عندما نتحدث عن جنين هي أكثر المناطق التي اقتحمتها قوات الاحتلال وعاثت فيها خرابا وفسادا، وأيضا نتحدث عن أعداد الشهداء في مدينة جنين ومخيمها، تخريب للبنية التحتية، لربما الواجهة في الضفة الغربية غزة الصغيرة كما يقول المحللين وأساسا هي مدينة جنين ومخيمها، ولكن جميع مدن الضفة الغربية هي بمرمى إيران الاحتلال. هي تريد تصفية أولا قضية اللاجئين، ثانيا لا سيادة فلسطينية على الأراضي الفلسطينية، ونحن نعلم أن هذه أراضي الضفة الغربية هي تابعة للسلطة الفلسطينية، تريد التخلص أيضا من موضوع أن يكون هناك سلطة فلسطينية، كما تحدث سموتريش يريد إضعاف مؤسسات السلطة، ولا يريدون أن تكون هناك سلطة فلسطينية لأن تقوم بما تقوم به السلطة الفلسطينية في الدبلوماسية في الخارج وعدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية. أيضا سياسة الهدم التي تطال جميع الكل الفلسطيني في مناطق الضفة الغربية، هي تريد النية المبيتة للفلسطينيين في الضفة الغربية، هي تهجير الفلسطينيين، التهجير الطوعي وليس القسري. ما يحدث في قطاع غزة يحدث في الضفة الغربية، نعم. وإن كانت هناك تسليط ضوء أكثر على قطاع غزة، نعم. بما أنه وهذه السياسات أصبحت واضحة ولا على لسان أعضاء هذه الحكومة، لا سيما سموتريتش وزير المالية وكذلك أيضا بن كفير. شكرا جزيلا لك ولاء السلمين، مراسلة القاهرة الإخبارية، كنت معنا من رام الله. شكرا جزيلا لك.